in your seats. We will not begin the fight until everyone has returned to their seats, please. Those caught throwing any objects will be asked to leave the building. فعلا مثل هذه تصرف من الجمهور نحن والعناقل والمشاهدين في لنا. ونتمنى أن لا تحدث مثل هذه التصرفات مرة أخرى. ونحن نريد مشاهدة إعادة المباراة مرة أخرى في وقت قريب، حتى لو كانت بدون جمهور هذا فعلا سيكون أمر رائع. ونتمنى الفوز للأسطورة بدر هاري. ولا تنسوا وضع لايك وسبسكرايب للفيديو وكتابة تعليق يدعمنا لنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.